الرواية التي خرجت بالبداية أنه المغدور الله يرحمه هو اللي قتل عائلته، بعدين اتضحت أنه القوات الأمنية المداهمة هي التي قامت بقتل العائلة. ما هي الأدلة التي توصلتم إليها أنه هؤلاء الضحايا تم قتلهم على أيدي القوات الأمنية؟ ساد نجم. نعم ساد نجم، الله يبارك بيك ويحفظك. طبعا أشكر حضرتك وأشكر ضيفك الكريم أستاذ قائد الغريري. يعني قضايا مهم جدا أن تتوضح إلى وسائل الإعلام وإلى الرأي العام. نعم. يعني مهم جدا أن نقف على الحقيقة، مهم جدا. أي. وأنا متأكد حضرتك والسيد قائد الغريري وأنا وأي منصف من يبحث عن الحقيقة لا أكثر ولا أقل. تمام. ويبحث عن إنصاف هؤلاء الأبرياء. نعم. هذا خلينا نأسسه كأساس حتى ننطلق منه. نعم. جنابك سألت قبل ما أجاوب حضرتك، سألت الأستاذ قائد، قلت له معقولة من الثنتين إلى السبعة أو الثمانية مواجهات، السبعة مواجهات كانت، وهل أنه استخدم أسلحة؟ طبعا أنا زرت مسرح الجريمة ووقفت على مسرح الجريمة. نعم. نعم هو المجنى عليه، نعم وضع الاجتماعي بائس، يعيش في غرفتين ثلاث غرف من البلوك، مسقفات بالتشينكو أو السندويتش بنل، ولكن أقول لحضرتك أنا وقفت حتى مع الشهود، تحدثت حتى مع الشهود. نعم. للأسف يعني هو ما وجد معونة حتى من أخوانه اللي يبعدون عنه 50 متر. المختار يتحدث معاه تلفونيا مع المجنى عليه. أي. طلب منه يا بقى أنا مختار خليني أدخل ومع الأخوان، قال له لا ما خليك تدخل لأسباب معينة، ما أعرف كان شنو داخله. طلبوا المختار مع القوات الأمنية، طلبوا من أخوانه أنه يدخلون يابا، اطلعونا اقنعوا أخوك بخلي يقعد وياه. لا، ولكن أكو بنص هذا الموضوع في هذه الفترة أكو بعض القضايا ما زالت خفية علينا، وما زالت قد يكون التحقيق توصل إلها، ما أعرف لحد هذه اللحظة لا أتدخل في التحقيق. مثل شنو؟ أنه ما زال التحقيق سري، ما أعرف. هنالك أشياء وهنالك أشخاص أوصلوا الحال إلى الجريمة، لا يمكن لشخص الآن أن يجزم من هو القاتل، لا يمكن إطلاقا. أي تسرع وأي حديث عن فلان جاني أو فلان جاني قد نكون أضعنا الحقيقة. هنالك بعض القضايا في التحقيق بإذن الله تعالى، يعني في غضون يومين ينتهي التحقيق، نعرف من وكيف ومن قتل والساعة بيش القتل، الطب الجنائي، الطب العدلي، الطب العدلي، تقرير الطب العدلي الآن، معطيات معينة. عذرا أستاذ. أيه. نعم. أستاذ نجم أسمح. أيه. تسمح لي حضرتك فقط أوضح لي حضرتك. فضل. الطب الجنائي يحدث نوع الرصاصة المقتول بها، مدة تاريخ يعني أو الفترة الزمنية اللي دخلت بها الرصاصة، نوعها، مسافة، انتحار لو مو انتحار، من كان يحمل أسلحة في المنطقة، كلهم من كان موجودين، الكل الموجودين، هذا الطب الجنائي هو اللي راح يحددها. فإذا أردتني أن أطلق لحضرتك تعبير جزافي أطلق لحضرتك، ولكن أظلم الآخرين، ما أعرف وقد أضيع دم الآخرين. الآن ليس لي أنا وأنت أن ننتظر التحقيق ونعرف من هو الجاني، وسنقف وقفة حازمة اتجاه الجنات، لن نسمح. هذا دم أبرياء ودم مسلمين ودم أبناء بلد، أبناء محافظة، لا يمكن لأي واحد أن يقبلها. هنالك ملابسات أقول لحضرتك بصراحة الحديث عنها بتسرع خاطئ. زين، تقرير الطب العدلي ما طلع لحد الآن؟ أبدا ما طلع، لسه ما طلع. زين، من الذي أعطى الأوامر بالقوات الأمنية اللي موجودة في بابل أن تطلع تنفذ الأمر وأن تستخدم أسلحة ثقيلة SVG9، رباعيات، أحاديات على شخص قاعد له بسندويتش بنل؟ من اللي انطى الأوامر؟ قطعا آمر القوة اللي كان موجود هو من يتبنى موضوع تنفيذ الأوامر. من هو آمر القوة؟ هذه أولا. ثم أنا قلت لي حضرتك كنت في مسرح الجريمة، ولكن هل لي أنا أن أحدد هذه RPG أو هذه أحادية أو هذه قاذفة أو هذه قناص أو هذه
كلاشينكوف او هذه اسلحه متعدده ما يمكن لنا ان نحددها. دع استاذنا العزيز دع التحقيق يحسم والتقرير الطبي الجنائي يحسم وسنعرف حتى الطلقه اللي موجوده في المكان شن نوعها ومين مطلقه وسنعرف حتى الطلقه اللي ثاقبه جدار من راميها والمسافه اللي مرميه منها ونوعها وبكل تفاصيلها.